عمركم كنتوا تتخيلوا إن أكلين لحوم البشر والزومبي اللي بنشوفهم في الأفلام الأمريكية بشكل الإنسان الهزيل وجسمه المصاب، وبالرغم من ده إلا إنه بيبقى بيتحرك بكل قوة وينقض على الفريسة ويقطع في جسمهم بشراسة زي ما بيكون أسد بينقض على فريسته؟ تتخيل إن الكائن اللي بنتفرج عليه في الأفلام ده يكون موجود بجد، وإن الإنسان قدر من خلال غاز معين تم اكتشافه إنه يحول البشر لزومبي. حكايتنا النهاردة حصلت في روسيا في الأربعينات، تجربة وحشية وقاسية جدا أنهت حياة كل اللي كانوا فيها بشكل مأساوي مش هيجي حتى في بالكم. تعالوا نبدأ قصتنا، بس قبل ما نبدأ لو أنت مش مشترك في القناة انزل اشترك بسرعة وفعل الجرس عشان حكايتنا الجديدة توصل لك أول بأول. القصة بدأت أثناء الحرب العالمية الثانية، لما قرر الاتحاد السوفيتي يعمل تجربة يشوفوا من خلالها مدى تأثير قلة النوم على البني آدم، وده طبعاً كان هيبقى مفيد جداً ليهم إنهم يخلوا الجنود صحيين لأطول فترة ممكنة. فاستعانوا بمجموعة من العلماء والفيزيائيين الروس وقرروا إنهم يعملوا تجربة بغاز اسمه نيكولايف. الغاز ده وظيفته إنه يخلي البني آدم يفضل صاحي وقت أكبر. فجابوا أوضة معزولة تماماً ومتوصل فيها مواسير بتضخ الغاز ده ومخلوط معاه أكسجين، وعملوا في الحيطة زي عدسات إزاز وحطوا ميكروفونات عشان يقدروا يتابعوا من خلالها الناس اللي هيتعمل عليهم التجربة، وحطوا في الأوضة 5 سرير وعملوا لهم حمام، وحطوا في الأوضة كل الأكل اللي ممكن يحتاجوه خلال فترة التجربة، وحطوا لهم كمان كتب ومجلات، يعني جهزوا الأوضة بكل الخدمات. وجابوا 5 سجناء كانوا أسرى من الحرب وقالوا لهم لو قعدتوا في الأوضة دي لمدة 30 يوم من غير ما تناموا هنفرج عنكم، وده هيبقى تمن حريتكم. وبالفعل بدأوا التجربة. أول 5 أيام عدوا بشكل طبيعي جدا، كانوا في زملاء بيتعرفوا على بعض وبيحكوا على الحرب واللي حصل معاهم، وما كانش في أي حاجة مريبة تماما. ومن اليوم 6 بدأت تظهر عليهم حاجات غريبة، كانوا مش بيستجيبوا للكلام معاهم كأنهم عايشين في عالم تاني، وكانوا بيقعدوا يهمسوا في الميكروفونات بكلام مش مفهوم، وفضلوا على الحال ده لحد اليوم 8. وفي اليوم 9 واحد منهم بدأ يجري في الأوضة حوالين نفسه بسرعة رهيبة وعمال يصرخ صراخ هستيري. فضل على الحال ده لمدة 3 ساعات متواصلة لحد ما الأحبال الصوتية عنده اتقطعت، وبقي زمايله كانوا في حالة لا مبالاة كأنهم مش سامعينه من أساسه، وقاعدين في هدوء تام بيهمسوا في الميكروفونات. ومرة واحدة قاموا يقطعوا الكتب والمجلات زي المجانين ويحطوا برازهم على الورق ويلزقوه على الإزاز عشان اللي بره ما يشوفهمش، ومكملين همس. ومرة واحدة الصوت اختفى تماما وبقوا اللي قاعدين بره عشان يتابعوهم ولا شايفينهم ولا سمعينهم. وفضل الوضع على حال ده لمدة 3 أيام متتالية مفيش أي صوت ولا شايفينهم عشان يقدروا يعرفوا عنهم حاجة، بس معدل استهلاك الغاز والأكسجين بيقول إنهم على قيد الحياة وإنهم عايشين. فبدأوا يكلموهم من خلال الميكروفونات وقالوا لهم إحنا هندخل عشان نفحص الميكروفونات، انبطحوا على الأرض، واللي مش هينفذ الكلام ده هنضربه بالرصاص، واللي هينفذ هيبقى ده تمن حريته وهنخرجه. رد عليهم صوت ضعيف وهزيل وقال إحنا ما بقيناش عايزين حريتنا بعد الآن. فقرروا يقطعوا تدفق الغاز من عندهم عشان يشوفوا في إيه اللي بيحصل، إزاي ما بقوش عايزين حريتهم، ده هم في الأساس عملوا كل ده عشان يفرج عنهم. وأول ما قطعوا عنهم الغاز بقوا يصرخوا وصوتهم عالي وبقوا عمالين يتوسلوا لهم إنهم يشغلوا تاني كأنهم هيموتوا لو الغاز ده ما اشتغلش. الجنود ما اهتموش وسابوهم يصرخوا، وعلى منتصف الليل اقتحم الحراس الأوضة، وأول ما فتحوا شافوا مشهد ما كانوش يتخيلوه في حياتهم. لقوا الأوضة غرقانة دم والصرف مسدود ومية بتسرب بتنزل على الأرض تتخلط في الدم، والكارثة إنهم لقوا أحشاء حد منهم مالية الأوضة ولقوا جثته في الأرض متقطعة كأن في أسد بينهش فيها. والكارثة الأكبر إن الأربعة اللي عايشين أجسامهم هزيلة جداً كأنهم متحللين، ومش بس كده دول مقطعين جسمهم
وبياكلوا منه. واكتشفوا كمان انهم طول الفترة اللي فاتت ما استهلكوش اي حاجة من الاكل اللي كانوا سايبينه لهم. دول كانوا بيتغذوا على جثة زميلهم، ولما خلصت بدأوا يقطعوا في جسمهم لدرجة ان بطنهم مفتوحة تقدر تشوف الاعضاء الداخلية من خلال الفتحات اللي في بطنهم. طبعا الحراس من هول المنظر ما قدروش يستحملوا وصرخوا، ومفيش ثواني واحد من الأسرة هجم على حارس منهم وقفل بفكه على رقبته، ما سابهوش غير لما طلع حنجرته من مكانها وقطع له رقبته، واتفتح سيل من الدم في الأوضة ووقع الحارس ومات في مكانه. وتعرضوا باقي الحراس لهجوم شديد جدا من الأسرة، مع ان شكل جسمهم هزيل وضعيف جدا كأنهم بيحتضروا، لكن جابوا القوة دي منين مش عارفين. دخلوا حراس تانيين عشان يسيطروا على الوضع وياخدوهم يدخلوهم أوضة العمليات، وفعلا قدروا يتمكنوا منهم وودوهم بالفعل الأوضة. وهم هناك واحد منهم قعد يعض في عضلات إيديه لحد ما كسر العظم، والتاني قعد يضحك ضحك هستيري لحد ما أكبر الدكاترة إنهم يخدروه. وقبل ما يخدروه كان عايز يقول حاجة بس مش عارف، فعطوله ورقة وقلم كتب فيها كملوا قطع، يعني هو حاسس ومستمتع وهما بيفتحوا في جسمه. الأطباء بعد ما خيطوهم وحاولوا يعالجوهم على قد ما قدروا عشان يكملوا التجربة، سألوهم عن سبب مقاومتهم وليه بيأذوا نفسهم بالشكل ده، ردوا وقالوا عشان نفضل صحيين. النتائج الكارثية للتجربة خلت كل الجنود اللي تحت قيادة الجنرال المسؤول عنها يكرهوه، وكانوا بيقولوا ما بينهم وبين بعض إنه كان ممكن على الأقل يقتل الأسرة بشكل رحيم شوية من غير كل المعاناة دي. وفي الأوضة فضل الأسرة بتصرفاتهم الغريبة لحد ما بقوا عمالين يموتوا واحد ورا التاني، لحد ما اتبقى آخر واحد منهم. وفي يوم حصل له أعراض سكتة دماغية، أمر الجنرال الجنود إنهم يدخلوا عشان يساعدوه، لكن الجندي دخل وسحب مسدسه وضرب النار على الجنرال وبص للأسير وقال أنا مش هتحبس هنا، مش هتحبس معاك، وقام ضرب طلقة رصاص في دماغ الأسير موته. بس كده، دي كانت حكاية النهاردة. مصادر وصحف كتير كتبوا عنها، ناس صدقتها وناس شككت في التجربة، بس الأكيد إنهم كانوا بيحاولوا على قد ما يقدروا يخلوا الجنود صحيين نظراً لظروف الحرب القاسية، وأكيد ياما أسر حصل فيهم أكتر من كده. لو حكايتنا عجبتكم ياريت تعملوا لايك وشير للفيديو لأصحابكم، واستنونا في حلقة جديدة من حكايات نص الليل. أشكركم على المتابعة، دمتم بخير.